تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنظام ياباني عملي هو توكاتسو، الذي يهدف لتطوير جميع مهارات الطالب ويركز على الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين. وتسمح أنشطة التوكاتسو للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء، وهي أنشطة تساعد التلاميذ على التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية. تعليم وتطوير وتدريب محاور رئيسة تعمل عليها مبادرة حياة كريمة بنظام ياباني عملي هو التوكاتسو، والذي يهدف لتطوير جميع مهارات الطالب ويركز على الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين. التوكاتسو دخل في مدارس معينة من عدة سنوات وبمساعدة حياة كريمة، أدخلناه في عدد كبير من المدارس. الهدف منه تعريف بالتوكاتسو ومعاييره وطريقة استخدامه للاستفادة القصوى منه، بالإضافة لإدخاله في كل المدارس وليس حياة كريمة فقط. وحضرت عدة أماكن للتدرب وتعاملت مع المعلمين وسمعت آراءهم، ورأيت منهم فهما شديدا للتوكاتسو وعندهم تفاؤل للتعامل بهذا النظام فيما بعد. أنشطة التوكاتسو ليست خاصة بمدارس معينة، بل هي موجهة لمدارس متنوعة في بيئات مختلفة. لهذا اخترنا مدارس مصرية يابانية بالإضافة للمدارس القائمة التابعة لحياة كريمة لاستخدام منهج توكاتسو. وخلال التدريب تأثرت إحدى الطالبات اليابانيات المشاركات في التدريب وقالت إنه كان مشابها للمدارس في اليابان، وإن المعلمين المصريين تطوروا بشكل كبير، ومن المفترض أن يخرج المعلم بأدوات تؤهل التلاميذ لاحترام الآخر وتقبل الآراء في حياته العملية. دي للمدرسين اللي هيشتغلوا بشكل مباشر مع أولادهم في فصولهم في مدارسهم بشكل مباشر، وبالتالي طبيعة المعلومة اللي كانت في الجولة الأولى مختلفة لأنها كانت معلومة عامة، المعلومة اللي كانت في الجولة الثانية كانت أكثر تخصصا ولكن بتخاطب مجالات كتير قوي، إنما دي المعلومة المحددة والواضحة اللي بيها المدرس اللي موجود معانا هنا هينزل يخش الفصل يتعامل مع أولاده بشكل مباشر. المعلمين اللي موجود معانا النهاردة في التدريب معلمين، المعلم من كل صف دراسي بثلاث مديريات تعليمية، بمديرية الدقهلية ومديرية البحيرة ومديرية المنوفية. أخذنا معلم من كل صف، وأخذنا عضو إدارة مدرسية موجود معانا برضو مستهدف في هذا التدريب. تسمح أنشطة التوكاتسو للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء، وهي أنشطة تساعد التلاميذ على التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية وأنشطة الصحة والسلامة. احنا يعني شفنا تغير كبير جدا جدا في سلوك الأولاد بعد ما بدأنا ندرب الناس على التوكاتسو وان احنا نطبق ده في مدارسنا، لقينا تغير كبير جدا واستجابة كبيرة جدا من الاولاد، لان هي اصلا مناسبة، يعني الانشطة اليابانية مناسبة لطبيعتنا احنا كمصريين. فعشان كده لما بنيجي ننادي بتطبيقها فاحنا بنلاقي فيها استجابة كبيرة جدا، استجابة من معلم، استجابة من ولي الامر، واستجابة من الطفل الصغير، لان هو بيتدرب على حاجات هو بالفعل اصلا ممكن يكون عايش بعضها في بيته. والحقيقة المعلم المصري امكانياته جيدة جدا، بس هي الفكرة مش في المعلم نفسه، هي الفكرة بتاعتنا في ان احنا عايزين نطبق انشطة التوكاتسو اللي هي بتركز على تنمية الشخصية المتكاملة للطالب. احنا دايما في مدارسنا بنركز على الجانب الاكاديمي، طيب الجانب الاخلاقي والقيمي وان الولد ازاي يكون يعتمد على ذاته، ان هو يكون يتم كل الاشياء اللي بيعملها بشكل طوعي ومستقل، هي دي الفكره الجديده عندنا. الساده المتدربين كان عندهم حماس ونشاط بصراحه غير عادي، كانوا متحمسين جدا من اول تدريب. ابتدينا ندربه التدريب النظري، بعد كده المحاكاه، والنهارده احنا في تالت تدريب في المدينه التعليميه ب 6 اكتوبر كان محاكاه للمناقشات التوجيهيه ومجلس الفصل للانشطه، الخمس انشطه اللي بتطبق في المدارس القائمه. يعني هو الوقت توكاتسو مش نظام حياه بس في المدرسه، لا بره المدرسه كمان، ممكن في الشارع، ممكن في البيت، بيعلمني ازاي اتعامل مع ابني ابن قائد. يعني في خمس انشطه في توكاتسو، كل نشاط ليه هدف. يعني مثلا في نشاط بيهدف مثلا لبناء شخصيه، واحد عنده قياده، واحد يبدا رايه، يعرف يعبر عن رايه. يعني كل الانشطه دي هدف منها في الاخر بناء الانسان. ملخص التوكاتسو هو بناء انسان قادر على اداره حياته. حياة كريمة مبادرة الارتقاء بحياة الإنسان في بنية تحتية قوية ومسكن آدمي وخدمات متنوعة، لكنها لا تقتصر على ذلك فقط، بل تعمل في الأساس على بناء الإنسان في شتى المجالات، ومن أهمها التعليم والتدريب. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.